أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أكل الطير من الصيد إذا أرسلته فهل أترك الصيد ولا آكله مثل صيد الكلب؟ فهل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا أكل الطير من الصيد خاصة. لا، الطير يقولون ما يخالف لأنه ما يقبل التعليم. الكلب تأدبه، إذا وجدته أكل تضربه ويعرف أنك ضربته علشان الأكل فيتركه. فأما الطير فهو ما يدري، لو ضربته ما يدري، ما يقبل التعليم في هذا. نعم، فلا مانع أنه تأكل مما أكل منه. ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل مما أكل منه الطير، وإنما ورد النهي عن الأكل مما أكل منه الكلب. نعم.